بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسن كسو دوالا مركا لأي برانش كان لقال غيبتا وحن نكو يجي دورنا هشيسي سفقرة دو اي مغالة دي سببا اي حرمتا ودن كيثوبيا ما انتا كوكلا صحيح دان مدح وينها سومالي لان مصبيح عبدي يسيد وكرا رئيس الوزارة ودن كيثوبيا ابي احمد علي كاس وكساب سانا رمها بدعس اي انو يجي دورنا اما دكت اي توبيا يارتو dad badan ayaa waxa min sayeen in Itoobiya maanta ay u rumowday riyaay boqolaal sano ku soo haminayse isla markaasina Soomaaliya ay ku dhacday jug aad u culus ka dib markii nin Soomaali uu bixiyay bad kamida biyaha Soomaaliyeed hadaba arrimahaas ayay inoo eegi doonaa waxa ay la joogay saaxiibkay Ibraahil Kacse oo arintaas soo indheeyay iyo wararkaasi qoraalka ah ee ka soo baxay labada dhinac iyo waliba hadalladii ay halkaas ka jeediyeen madaxda heshiiska kala saxiixatay ilka soo dhow markii hore arintan ma santay nur ma aha markii koobada laga hadlo marar badan baa laga hadlay daha gadaashisa ahayd ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa ugu yimid koor baarlamaankiisa khudbadii koor jeediyay tiibaan nimo dhamaanta inay fumowday hayashe waa markii ugu horeysay ee qof Soomaaliyeed ama mas'uul Soomaaliyeed oo saxiixo go'aantaas leh soo dhow maxaa wax la saxiixay buu نور ما سنتهي داوداشنا سلامينا انتين فلانقينت يوحي سؤالها كلا اينا نوغو دقلين وحان ربائنا مدك اللوو داو هورتا واركن صوبهي وميسان كيسا يوليس كيسره حد وقت كوبان كجيرا ورباهينتا يبراه برشدة دادكونا اي اوغادين او اي كوبرا روغين انان بالنحر كيسا دادكان لوو داوين سيدان اوغين شالي وحان مغالدا لصوبة دركي توبية قاري لحوينا سمالان موسبيح عبدي وحكسو اللابتي شركي جيبوتي او اي شان اساق اي مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليه مدن حسن الشيخ محمود كاس او اي ودنبينتي اما قبقبدي اي سو سارين هشيس هردعها اي وحيابيه اي كوضح الدين ماانتنا او وزيرك اريمها قده اي صوماليا احمد معلفقي او شاقي ان هشيس كاي جيبوتي اي كوضا قارين اي اي مامورك الصوماليان او اها مد لوغا شاقين اي من نمضة اي ودا جيرك امضة صوماليات وأنا أهم التاريخية محمد كمان تدعي نور ما أنت وحاد دعي مصبي حشل أبو جاري مقال هذا الصبي حرم درك يتوبيه أول هرة مركو أديسو بطه للسود ويو أنت سأود بين جرتي ور مسؤولين هيد درك يتوبيه كثر سنقول لكم بجري كده من وصوب حجرا سمالا يو كلها من جري أنت بدل لما أرك جرين استقى أولكم يا رئيس الوزراء يتوبيه أبي أحمد يسوي رأي وذا جلايان يعجب أو هيشوز جاري لما أرك جرين تن لكن وحاي هاد مد كدوان قوي هرة ما أنت وحاي وذا جاران هيشوز كان أما وحن إسفهم كه يا رزارة توبي يا مدحوينها سمالا أي وذا جارين وأرين ولاس كذا يميسان كذا له وأنا أرين مركب ورد ضبط أي سنفلين إن مصبح وصا وقد عدون موسى ayaan afkiisa ka qirtay hadii dadku qaar kood laga yaabo inay oran lahaayeen waxa wax la iska sheegayo waa la arki doonaa muqaalkiisa tooshna waxaan ku ifin doonaa muqaalka gudihiisa waxyaabo ku jira oo malaha muusa uu isla lama ogaan doono ha mufar bagudhay muuse oo garaf fadhiya rais wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wafdi balaaran oo labada dhinac ahna ay hor fadhiyaan يوموسى يسوى في صوماليا كهذية وحوسعة أيري وحن ما أنت جارني هشيس تاريخي عن نجي إثيوبيا وحنو أقول عن نجيب إثيوبيا لبعد 10 كيلومتر أو بضعة أنت ما فهمت لبعد 10 كيلومتر أو بضعة أيا إثيوبيا أو أقول عنه وحن كوب بدل نجيبوري إن إثيوبيا أي نقطة دولة دي أهريستي أهريسي إنه أقوم ستضل مدح بنان وجمهورية ده هيا وليل ما أقوم سنن وعقنا بورها قدالة وحاك وكي يعلم معناها memorandum of understanding إسفهم وهيشيس إسفهمه هذا الكيساس ويرديرا وحاك قدالة كجرتا وأوليها هي بربرة وحي كم من دقنطن تادا كذاها إثيوبيا أي استعمار شو أي وحكسو دجس أما قار كم ذا وحيابها يدا يدونيسو
أي كسر دجي ستو أي نقطة من تايبول مرك بربر وكم أخبرناه اللي وعطان كيلومتر وك وك مرك سيل عم بيجوك تاي مو عربة بين السو وأساس دول دي توب بين مشي السو إنه موصل عربة بين لكن دتك وحيو كيسيني هون إيه سيل عتاي قدر الله طبعا ولو عندنا هدوس وحيس بدلين وهذا في العين تكتر عندهم تأيس وحيس بدلين أما مرتي دول الصومالية وحكي ما دوس بدلين وحيابها مرك نور ولا ياب كلا وحوي موسى خطبة ديسة وحا كجرة عدن بقى وقضال وكدوبة وكدري حاول جدا خطبة دا وجيدين اي هادل كو ميشا كتشيدين اي الريجوزان اي توبي او اكفر دي انتا مكا لغاسواتو وحا جرة عد لفرسمي اي وقضال موقال خلقا قدري ومركي هورا كجر مركي لدوبة كجر ها وديب لغا قدري سواتونا وحاوي اكتهي مركو أرك موسى يوفدي له سعد أما جرواق سدان أما يوجادين إن يقل وجه كل شيئان إن هذا يرد سؤال بدن أي كتم عادي أي يوجادين هوشن إن يدباتوين أي هور سيد دونتو في العلن علوسنا أي كهر من دون كإيمان دونتو يجنا أي يكون نقد دونتو تاريخ مدو أي عذير أو مرض من موسى لقدو به هتل كي أنا ما أقان ما لقدو به يوحو إليه هاي عتكس وحليه هاي ciidamadooda ayaa dagaya badaas waana kilo ee bilaash ma ahan waa cod marka muqaalkii aan ku jirin maxaa 20 kilometer 20 kilometer hore uu sheegay ee Ethiopian oo galaanayna oo aanu kaga bedelinayna aqoonsi in aqoonsi nasiiso oo noqoto dawladdu u horreysay aqoonsata wuxuu gadaal kaga daray cod uu leeyahay ciidamadooda meesha ay dagayaan ayaa ciidamadooda meesha ay dagayaan ee 20 kilometer aha badaan seen macna waa kilo ee bilaash ma ahan heshiiska ma jirin abiina ma yeelan wax lagu heshiiyana ma wax lagu soo wada hadlayna ma ahayn codan gadaalbu ka raaciyay ma ku reesay Ethiopia oo la hadlayay ee uu wafdigan uu hortooda ka hadlay qubada u jeedinayay Kremlin sheegay codan gadaalba laga duubay waxa way laga soo raaciyay muqaaladii meesha iyo kelimada laga qaaday ayaa la saaray haddii Muuse Islaam wax sir maxamed sir kirtay oo taash baa laga daba qaad wax waa la fahmayaa marka codku isku mid ma aha codku isku mid ma aha codkiisa hore fasiix ma ahan waxa ku jira echo ku jira oo aanu maayo dhismaha inuu yahay codka damana waa cod fasiixa oo degan oo adreemaysan ninku inuu meel jawi degan uu joogay oo aquuq iyo qiiq iyo maarta waxba oo si yar waa qabtay atero loo qabtay marka gadaalba laga daray laakiin ragga ku daraya waxaan fahmi waayay meesha ay wax ka tuseen adduunkan hatta hooyada lixdan jirka ah ee wax la socota ee baadiyaha joogta way dareemay codkan inuu san ahayn cod codkii hore inuu ka duwan way dareemay oo labada cod ay san isku mid ahayn sababtoo ah codtan kale taa ka hor muqaal buu ahaa iyo codkiisa waa socda kana waxa la sameeyay cod yar oo fiidiyowyadii ama muqaaladii meesha laga duubay la saaray ubadko yaraanta lagu baray asluubtiyo asaaskii taaliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ah aqoon heer sareysi ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas hamoogan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna caruurta ka caawinaya casharada guriga ama homework haduu yahay Kenya system British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxaa sidoo kale caruurta laga dhisaya quraanka kariimka iyo culuumta islaamiga caashe iyo abdow calaalka daaya oo caruurtina la gaaraha idinka ajabiye waxa faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarka shaashada ka muuqda muusa marka intaas ayuu yiri nuro warbaahintuna sidoo kale warbaahin badan oo Soomaali iyo Itoobiya ka mid tahay ayaa qoray oo sheegaya in Itoobiya ay bad iyo saldhig military ay Soomaaliland ka heshay waa hagaag arintan waa arin aad u okay hal mar waxaan rabaa warbaahinta Itoobiya saasa la mid ayagana way qorayaan inay tahay guul taariikhi ah Itoobiya markii ugu horeysay ay bad heshay ra'iisul wasaare Itoobiya Abiy Ahmed sadar yar oo kooban iyo soo qoray wuxuu yiri
وحكله أو نوفر أو عن رهين مجرت أو عن كاهي إن إلهي أن كل شكر أو أن مهد علنا أنت الصاقر كليه وعفا فهنا أو مارت أو سبعي مجرين صور كسيب موسى يوحي أي سيحدان يا بيت كيس صقر الوزارة رسمي قال لك رأني لا إنه مهد علنا هين مجرت أنت بالصاقر وحكله من صاقر معناه واحد رمسة إنه هرجلي قرشة يربتان مدة لريتوبيا كتو تامس وحال الله مصبح كجرة ما دام إثيوبيا أيلادها أيضاً بد أما أيضاً بدت أيلادها وحنو قلناي لبعتين كيلومتر أو بدأ واي قرشان مركب قرش مدة لنا السعودية بها بلا كهر وحنو غير رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد نؤاد وقول عليه سوى برلمان كرت سكهضي أو يري إثيوبيا مسي أهان دون توب بدل الآن وأين بدهشة صورت قال ما هن إن النجوم الدلال كدرس كه أنبيه معنسين بيهم وبيجي السعودة إتوب يسعود حمرة إلى همري أبي وحوها يسوي إنه صينا الدلال حكى لي جاري أنت سالهان ده وبيجن شو اللي يجوا إذا كان كلاده لا ما سرتقي السودان مرية وحوها يستا إنه يو إتوب يسينا يعني قريب إيوه ما بالحصري وحوها يستا إن إتوب يسينا يسوا يدو عيلة هاي dalal kaana ay tahay wax ay ku manaysanayso oo iyadu ay seenayso iyadu ay leedahay iyaguna ay seen jirin wax ay kaga bedeshen marka ma si suurta gal ma habuul in anagana aan biye macaan dalal siino iyaguna ma arata ay bada iska haystaan anaga aan waxba laga siinin qorshe marka si fudud ayuu ugu hirgalay muqataa Ethiopia een heshiiskan iyo hadda isfahamkan Ethiopia iyo Muuse Bihi ay kala saxiideen wuxuu toos iyo sacad u khilaafayaa heshiiskii hadda Soomaaliland iyo dawladda federaalka ay ku kala saxiideen magaalada Djibouti iyo xarunta dalka Djibouti isla markaana uu dhaadhaadiyay ka aha madaxweynaha dalka Djibouti kaas oo dad baan u arkeen dawladda Soomaaliya inay sheegtay inuu yahay mid ka duwan kuwii hore taariikhi ah isla markaana ay isugu soo dhawaanayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya horseedayna midnimadii markuu hadda tagay waxa loo maleeyay in hadda ka hor waa kuwii xogay ay sheegayeen in asagayo farmaajo ay heshiis gaareen dalka Ethiopia gaar ahaan Addisaba abi iyo farmaajo iyo Muuse Bihi ay si toos ah ugu wada degayaan Hargeysa taana labadii waqooyi konfurna la midaynayo dib ay u midoobayaan Muusena loo bilan qaad in madaxweynaha Soomaaliya laga dhigayo tii marka adigu hawshi way isqaan weydo Muuse waa cabsado waa ki difiirooyinka oo gaabta Muusena waa ki Sulaymaan Gaal dhigi jiray war haano keenin abiyo farmaaj haano keenin aan raaki dhigi jiray ka marka waa fashilmay waxa la ilaaha marka ki qabiyo waa uu fashilmay hadda la sii aan baqadaya Muuse waxa lagu yeeray inuu hadda saxiixo in Soomaaliya ay dib ula midoban baa la islaha laakiin halka inuu ka buskucinayo Muuse lama moodeynin marka abiyo fursad baa la yeelay Muuse marka halka fursad baa uu ka helay sababtoo ah wixii ka qabsay laascanad waa looga jiqbi xaaladu ku ahayd meel uu dhaqaaqo iyo meel uu ceersado iyo wax nafis ah iyo la ah tii Djibouti marka Ilaahay uga dhigay bashow malaha duba loogu dhuftay waka maanta halkaas ka buskiciyay Rizwan Ethiopia Abiy Ahmed oo waligii aysan san wax u kala saxiixanin oo aysan si ka fool ka fool lahaa intii halka u kulmeen aan wax maana ka soo baxay waa hadalad ay yeesheen oo ummada Soomaaliya ay la wadaageen aysan jirin bo maanta waxa weey inta soo hor fadhiisay warbaahintii la hadlay soo hor fadhiyay waxa ugu daran afsaal amaru ka hadlayo Abiy Ahmed inuu fahmay usacbeenaya waana qoslaya dadka sacbeen oo arkay uu sacbeeyay maana qoliyo kale Itoobiyaanka ay rufadhiyay qaar kood ogaa day Soomaali dabcan waa ku jiraan Axmed Shidaal ayaa inuu joogay moogtay kuwaas laga yaabo inay sacbeeyay soo roo ku daray markuu qoslaya wuu ogyahay marka Soomaali uu ninka ku hadlayay in dadku ay tuhmayaan qosolkiisa inuu sanahay inuu fahmay af Soomaaligana laakiin ragaaga sacabkaas uu raacay marka arintaas marka waxa weyn uu maanta dhacday arintan miisaan inta lagu weeladay marka la fiiriyo marka nuru arintan miisaan culus bay leedahay waa arin weyn waa arin taariikhi ah weyn shalay waxaan ogeyn in sidoo kale isfaham badeed ee Soomaaliya iyo Kenya ay saxiideen taas oo ugu dambeyntii keentay in la isla tago maxkamadda cadaaladda adduunka ee heeg oo muddo socotay waqti dheer socotay ugu dambeyntiina waa tii markii dambe go'aanka laga soo saaray Soomaaliya loo celiyay iyadoo ay guush ay ku raacday dadku waxay is weydiinayaan hadda
إثيوبيا إيو سوماليلاند كرت هذا يا قائدنا دوان هديبة أي هول كله أي تماد يا قليدون شرعي وحلو إذن يي عبد الرحمن عبد الشكور إنه يسوق صحيح شيء كاس أما إسفهم كاس موسى محون قندنا وهي كرة عبد الرحمن عبد الشكور ولا أوجا سووا ضد أي بريالين سووا إسبريالين موسى مرك هذا محون قندنا ما محون قندنا دمبيلة قرن محون قندنا مرك إسألك تكيس حاول سؤال بأوتال ولا قندنا مرك لكن حق الدولة الصومالية دولة الصومالية طبعا وعليس وين أقصى كرديوي يدا طبعا ولا سوية في العين تدا الجواب تاعك بحندنت ساعدها صوص عضنا برامج كان مدام ودقدق هي هالشيز كان عم يفهم كنا يهدى جارين لزاي توبية يوم الحوينها الصومال المصبيحي ووقت كوبان ونهدى وضدك صومالية يور باهنتي وسو جاري دولة الصومالية طبعا ايدي اي لامي تهي ونضدك وهدى سو جاري وحلفلة يهدى ان اي عم ساعدها صوص عضا اي صوص عرتو ور يجواب علم كسب سن وحكى دعي الإصابة موسى بيحي أبي أحمد أحمري أرنتن وكي مركي رزارة توبي أبي أحمد حلي في المجلة بدي يكون يو سديه تمان كان هذا بنجعله وتجي مثلا سجاري تمان كي وتجي مقدشو بركو دل كيس كله أبتي وكي هشيس ما سو جري إن بدها الصومالية قيمنا القاسيو وجي حلي قاسي مرنكا يضاد بض علوس يفعل أنت آت كوبلارن أرنت اللي جوزه هرجي ذي أي دعدي أرنت مركب ويقبو ذي وهذا ويتمك دي بهذا وصوكع ذي وقدام بنتي العبيه مركب حمود دام إثيوبيا إن أرنت أي صور تقش إن عالفن دوران ينسى عالفن دونين وسؤال يقيمان أباهن أما وقت وكجواب دوران مع الماس وصوت يقابك إنه قنتو جواب أرنت دول دفعك إسماعيل لكن أرنت ميسان كذا له وقدام بنتي كونس ديران إنه أذكر وحنش على هاي نقوديو دك قار أو إنك استوى الدولة دك حوجة هالشيء يعني كأرتي دويني هين وبقول كي بقى قنطن لقيا بوركو دينو يعني حيلي هين وسير الدولة ها أرمها دبده الصومالية على بلعض إنه يانوري يا صحيح هاي الشيء كان تضبط كور بعد سبق صحيح هاي سيقر السعودية موصنا وده ما يستري وات والدولة اللي حو وبأكتر بيجي ظهره صحيح صورة قلمة تاني تازم نورو هرت هري لو ما أوجانين هذا واحد قرط وديت هاي وإصابة حدنتا وأنا لو أوجان دونا وموسى وطبعا عند الداه كروي وحي كلا قرصون سير كهرين أما كده بين دونا ولو أوجان دونا لكن دام ما دام عن سعد لو أوجين وحنو دين دونا وقتها يا واحد دولة الصومالية كده دونا مر والبو حي كهرين تاعي أردت هذيك أمستو أمسكو وهالنا كده أوجان شوي هذي هذا أنت كهذا شيء سعد وجهر تماده معناه هذا وحين نقول أنت هذا الكهوراء وزير دولها رمها تبدأ دولة الصومالية إنه صحيحي وحين نقول أنت إنه صحيح بكجرين وهاي دحين ليت الأحمر يحن ورم نقطة هذي الدولة الصومالية أي أنت هذا الشو أي أرنتن سود ويسو أو أي شكت إني بحكو جيد معناه هذا وحين نقول يادي وح أنا هذا اللي قفل إن دولة الصومالية كهر تماده وحي وجد بمن نقول يا haddii ay ka aamustana waxay noqonaysaa inay raali ka tahay marka waa arin culus horena in badal looga walwalsana hadii Ethiopia hadda ay Soomaaliya badaheeda qayb ka mid ah ay ciidamada Ethiopia si ay geyso oo isla military ka dhigato qayb la lagu wareejiyo iyadoo ay wax ka soo degsato oo maalta iyadoo ay maamulataba ilaa hadda waxa muuqda waxa weeyo inay maamulanayso isla military ka sameysanayso iyadoo ay maamulanayso wixii kasoo baxnaa dadbaan rabta kasoo dejinaysa wax walba waxay iyada rabto ay kasoo dejinaysa oo fursad aad iyo aad weyn oo qaali ah muddo ku fikiraysay qorsheynaysa Ethiopia u tahay Soomaaliya marka maxay uga dhigan tahay waa su'aal culayskeeda iyo miisaankeeda leh dad badan oo aqoon yahan ayaa jira oo ka jawaabi doona dabcan laakiin waa arin dadku in badan ay ka walwalsanaayeen arintan in ay dhacdo hadii ay dhacdana Soomaaliya in ay culays ay ku tahay marka dawladda Soomaaliya ay soo doonaa bal waxa ay arintan ay ka tirahdo dadka Soomaaliyeed waxa ka dhala fiiriyo aad dooga falcelinayaan su'aalo badan ayaa soo baxay oo ku aadan arintan waxa ay noqon doonto waxa ka dhalan doonto mustaqbalka iyo dawladda Soomaaliya dabcan waxay ka dhigi doonto markaan suugayna aad baa maasanta ilka cas tan iyo kulan dambe nabad gelin Hibo Home Collections hayay 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 hello hablihiyo iga hooyo warkan Hibo weeyo dukaanku hadal un wadi maaye halkaas hala aado waa dukaan la diyaarshay dadkii wada aaday daahyadii ugu dambeeyay iyo doqyo cajiib ah ee dalbo ha ka daahin hodan yahay Hibo halkaas waxa yaalo hubaal waad ka heli hore lagu bogay dukaanka Hibo Home Collections
wuxuu ku haya dhammaan badahyadii ugu dambeeyay oo nooc walbana waxaadna ku heli jumlo iyo tafaariikhba waxaa kaloo dukaanka ka heli barkimihii iyo busayaashii qofkii dalabka dalbada waxaa loogu geyn gurigiisa Hiba Home Collections wuxuu ku yaalaa moolka weyn ee BBS Ground Floor gaar ahaan dukaanka nambarkiisu yahay GFA 49 wuxuu faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashadda ka muuqda haddii aad garaado guri rais lihi iyo goob lagu nasto gaygeedu wacan yahay goobay si waayadan guriyo somo ka doono gurboodkii carruurta iyo gaaridaad jeclayd iyo gidigooda xigaalkaba guriyo loogu talagalay iyo garoonkii ciyaaraha geedihii ku dhex yaaleen guriyo somo ayaad ka heli layn caafimaad leh ood ku lulman markaaba laamigiina saaran leexana lahayn mar kalena ku lugeyn amase ku laafiyoon calashaan waa magaalo casri ah guriyo somo guriyo somo magacaba ka garo waa geedi la sahanshay dadkiiba u wada guuray shirkadda dhismaha guryaha ee guriyo somo oo bah wadaag lahaa shirkadda dhismaha ee filsal waxa ay ku haysaa guryo casri ah iyo dhul istaraatiiji ah guryaha shirkaddu dhisayso ayaa ah naqshadii ugu dambeysay dhulkan sidoo kale waxaa laga dhisayaa hotel weyn oo casri ah garoonkii ciyaaraha masaajidkii iyo goobihii waxbarashada dhulkan wuxuu saaran yahay laamiga u dhexeeya magaalada Kismaayo iyo garoonka diyaaradaha waa dhul hawle taag ah carro guduudan geedaha qabow leh amnigiisuna uu heersare yahay qiimuhu waa macquul wuxuu faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashadda ku xardhan